انت غزاله؟ ايه ده؟ عمو انت عارفني ازاي؟ طب حبيبتي بابا موجود؟ ايوه بابا جوه. عمو هو انت صاحب بابا؟ اه صاحبه. طب هخش اقول له ان انت صاحبه وجاي. لا خليكي هنا، انا عاوز اعمل له مفاجاه، انا لسه جاي من السفر وعاوز اعمل له مفاجاه. بجد؟ بجد يا حبيبتي. طب عمو ينفع اطلب منك طلب؟ اتفضلي. هو انت مش صاحب بابا؟ اه. طب ينفع اطلب منك طلب؟ اصل انت طيب قوي يا عم. ماشي يا حبيبتي. هو ينفع تقول له يرجع لي مقسمه؟ وحشتني ابو. ماشي هتكلم معاه. ماشي يا عم. ماشي حبيبتي خليكي هنا. والله محمود جوزي ده ذوق قوي، انا مش عارفه هطلب منه الطلاق باي وش. ايه ده؟ وانا قلت محمود جوزي؟ جوزي ايه الكلمه الغريبه دي؟ هو انا باين عليا حنت له ولا ايه؟ بس بصراحه هو يستاهل كل خير، طيب وحنين وكله ذوق ومحترم، وما شفتش منه اي حاجه وحشه. يا ربي احلها ازاي بقى؟ انا اروح لاحمد وهو اللي هيحلها لي، هو اللي هيقول لي اعمل ايه بالظبط. تاكس تاكس. كنا بيطلع ورا التاكسي ده، ورا التاكسي ده. المعموره الشاطئ يا اسطى، شارع 42. حاضر. ينفع بسرعة شوية يا اسطى؟ حاضر. الشارع الجاي ده؟ أيوة أيوة. امشي لحد ما أقولك خلاص يا اسطى. تمام. ماما عملت المحشي الأمنية؟ عملت كل حاجة، وعملت مسقعة لمحمود. تيتا! إيه يا حبيبتي؟ نعم. أنا دلوقتي بقى شغلكوا حتة أغنية حلوة أوي، عايزك تسمعوها. بيقول إن البنت دي ستة شبه بالظبط. سمعينا طيب. سمعينا طيب. سمعينا طيب. سمعينا طيب. يلا سمعينا يا بابا. يلا. اتمنى اشهر بدولار ومجانين، احنا تمام والدنيا في طلاقة تاني. يلا الوصين ومركزين، اي واحدة كويسة انتوا اخباركوا ايه؟ كل ما خلصها لسه ايه ليه يا صاحبي؟ وحب الناس يا بيبي لا مش لعبتي، خاطرين اللقطة منكوا يا اسطى. بسمع على كل الارض بدا العالم فانا دخل ليه، حسيتك انت كمان زي النجوم بلمع في السماء عالكوكب ده في زيك عشان توصل اللي انا عشته وطعم عيش لك يجي بسنة. يلي بتغيبي مني اسمع يا شابة، لو عايزة تبقي زيي لسه عليكي حبة، مفيش منافسة لا انا اسفة، حضري نفسك اي وقت وانا جاهزة. القلب يديني قوي قوي بس عشت اتحمي تبقي زيي بس برضه لسه ده شوفي شابة، لا لسه حابة، انت اللي زيك لما تشوفني لسه حابة، انت اللي زيك لما تشوفني حابة. ايوه اللعبة سكتي صعبة في كلمة قفل في اللعبة، خليك تولع من غير شعر وانت في عينك بيجي الدمعة، صعبة تقارن بيك مستحيل محتاج صيغة في التوكيل، اسأل عني هيقولوا اني ان رخص عليك تكتيل. لسه قدام؟ اه الدخلة الجاية دي، لا اللي بعدها على طول. حاضر. بس كده على جنب يا اسطى. حاضر. ماشي. اتفضل. شكرا جدا. اتفضل يا اسطى.
هو انا مكتوب على وشي اللي بفرج مصاريف. اتفضل يلا مشي، انا بزعل من التكاليف بعد ما خلص الماتش. مدام نانا ازاي حضرتك؟ هبقى اديك المصروف وسيبيني عشان متعصب. روحي يلا اعملي معروف. سلام عليكم. السلام يا المدام اللي طلعت دي، طلع عند مين؟ لا لا، اسرار العمارة ما طلعهاش بره ابدا. فهمت. ايش ايش طلع عند مين؟ مدام ندى. ايوه برضه استاذ احمد، ساكنين في الدور الثاني. الدور الثاني ابو غازل. ايوه هو مطلق مراته، ودي تمام. مراته الثانيه. تمام. الدور الثاني شقه الشمال ولا يمين؟ هو الدور شقه واحده بس. خلاص مش شكرا. راح فين؟ راح فين انت؟ انا طالع فوق عند ابو غازل اسلم عليه. لا لازم اقول له الاول، استاذن منه. خد خلي دول معاك. البيت بيتك. ماشي يا حبيبي، شكرا. ايوه ندى. وحشتني. عامله ايه ندى؟ الحمد لله. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ معلش والله الغيبه الطويله دي، معلش. هي ساعتين النهارده وهروح على طول. ساعتين؟ ايوه. ساعتين ليه يعني؟ اصل انا مستأذنة. انت هتباتي معايا هنا؟ مش هينفع، انا عشان اعرف اجيلك النهارده قلت له ان انا رايحه ازور ماما التعبانه. خلاص ماما التعبانه هبات معاها عشان ماما تعبانه. لا مش هينفع، مش من اولها كده. ده انت عارف عشان اجيلك قلت له لو سمحت يا محمود انا رايحه ازور ماما. قال لي بكل ذوق اتفضلي هاتي اللي انت عايزاه. بكل ذوق؟ ايه يا ندى؟ مالك بتتكلمي عليه نعمه ليه كده؟ انا في ايه؟ ما اقصدش يا احمد، يعني اقصد هو من كتر ذوق انا مش عارفه اطلب منه. خلي بالك إيه؟ انت قلتي لي طلق مراتك، طلقتها على طول من غير سبب، حتى بتقول لي طلقتيني ليه؟ ايه السبب؟ قلت لها مش هقول لي. في يا ندى مالك في ايه؟ مفيش حاجه. اطلبي الطلاق ندى خلصي. مش هحاول يا احمد هحاول. ما تزعلش نفسك بقى. خش بقى راضي غزل بقى. من عينيا الاثنين. يلا ادخل. ازيك يا زوزو؟ عامله ايه؟ وحشتيني. طب نانا بعد اذنك ايدك من عليا. طب ايه القصه الجميله دي؟ عجباني قوي. مالك يا غزل؟ فيكي ايه اللي مزعلك؟ طب نانا انا عايزه اقول لك على حاجه. قول. اول حاجه لما تيجي تشتغلي هنا مالكيش دعوه ببابا، ولا ترقصي معاه، ولا تقولي لها بحبك، عشان الحركات دي عيب يا طنط نانا. وعلى فكره انا دلوقتي كنت بحبك، لكن دلوقتي بقيت بكرهك يا طنط نانا. تكرهني انا يا زوزو؟ ايوه يا طنط نانا. وتعرفي كمان انا عايزه اقول لك على حاجه، بابا قال لي اللي احنا بس هنجيب شغاله جديده، بس هو مش لاقي فهيستنى شويه وبعد كده هيجيب شغاله جديده ويمشيك. بابا قال لك هيجيب شغاله جديده؟ ايوه يا طنط نانا. وكمان يا طنط نانا على فكره لو لقيتك رقصت مع بابا انا اصلا مش هكلمك تاني ولا هكلم بابا. يا احمد يا احمد. قال ايه؟ بحبك. احمد. ايه يا حبيبتي؟ انا زعلانه منك. ايه الكلام اللي انا سمعته من غزل ده؟ سمعت ايه بس؟ بقى تقول لها ان انا شغاله عندكم وهتسيبني مؤقتا لحد ما اجيب شغاله جديده؟ يا حبيبتي بهودها بس، ما هو دلوقتي لو انت مراتي هقول لها يا غزل دي مراتي واحطها قدام الامر الواقع. يا ندى انا بحبك، يا ندى بحبك، يا ندى يا ندى انت اليوم اللي غبت عني فيه دوت ما كنتش شفتيش انا كنت عامل ازاي؟ كنت متدمر يا ندى. لا يا حبيبي ما تقولش كده، ما انا بحبك يا ندى. والله وانا كمان بحبك، بس قولي اتصرف ازاي؟ هو ذوق معايا قوي، اتصرف اعمل ايه؟ يا ندى ما تقوليش ذوق يا ندى، مش عايز اعرف اللي بينكم ايه ولا اتكلمت معاه ازاي. وغلاوتك مفيش اي حاجه ما بينك، عشان خاطر بقى يا احمد يا حبيبي خلاص. مين؟ انت غزل؟ ايه ده؟ ازاي؟ طب حبيبتي بابا موجود؟ ايوه بابا جوه. عمو هو انت صاحب بابا؟ صاحبه. طب هخش اقول له ان انت صاحبه وجاي. لا خليكي هنا، انا عاوز اعمل له مفاجاه، انا لسه جاي من السفر عاوز اعمل له مفاجاه. بجد؟ بجد يا حبيبتي. طب عمو ينفع اطلب منك طلب؟ اتفضلي. هو انت مش صح صاحب بابا؟ طب ينفع اطلب منك طلب؟ اصل انت طيب قوي يا عم. ماشي يا حبيبتي. هو ينفع تقول له يرجع لي مقسمه وحشيشني قوي؟ ماشي هتكلم معاه. ماشي يا عم. ماشي حبيبتي خليكي هنا. بحبك يا ندى. انا بموت فيك. بحبك مش عارف استغنى عنك. مالك يا بنت في ايه؟ امك تعبانه. ها ايه؟ اقعد اقعد زي ما انتوا.
انتوا عاملين فيلم عليا ولا انتوا الاثنين؟ اهدى شويه بس، اهدى دورك جاي. ايه انا ده عامل ايه؟ والله يا محمود افهمك على كل حاجه. ده اللي امك تعبانه صح؟ لا. طب انت عاوز تطلقي مني وما بتحبنيش؟ قولي لي هطلقك كده بكرامتك احسن بدل المنظر اللي انا شفته دوت. هطلقك ليه؟ عشان انت خاينه بقى. بس عاوز اقول لك على حاجه يا ندى، انا هطلقك. ها؟ هطلقك بس مش هتشوفي بنتك امنيه دي تاني خالص. ماشي يا ندى؟ وانت مش هكلمك عشان خاطر بنتك دي رجع لها امها حبيبي، واكيد طبعا دي اللي خربت لك بيتك صح كده؟ رجع حبيبي، رجعها لامها حبيب قلبي. ماشي ماشي يا ندى. انت طالع يا ندى. لا يا محمود والله انت طالع، انت طالع يا ندى. انا دلوقتي ممكن افرمك واكسرك بس انت خساره فيك اي حاجه. والله انت خساره فيك اي حاجه. اشبع بيها يا ريس. ها اشبع بيها. ماشي يا حبيبي ماشي. انت طالع يا ندى. يا اسود يا احمد، يا نهار اسود، ده طلقني يا احمد. ده بيقول لي مش هشوفي امنيه بنتك تاني. ازاي؟ انا كنت عايزه اطلقها كده والله. انا كنت عايزه اطلق يعني ما اطلعش ست وحشه ولا ست خاينه. انا كنت عايزه اطلق يعني بطريقه شيك يا احمد، مش كده يا احمد؟ يا نهار اسود، انا ازاي مش هشوف انتي امنيه تاني؟ انا ممكن اتجنن فيها يا احمد، ممكن اتجنن فيها. طب هقول لماما ايه؟ هقول لاخواتي ايه؟ طب هقول لبابا ايه؟ هقول اتطلقت بسبب ايه؟ والنبي يا احمد ساعدني اقول له اتصرف ازاي؟ ندى بقول لك ايه؟ الفيلم اللي انت عاملاه انت وهو دوت مش جاي معايا، واكيد انت رحت فتحت له باب الشقه ولا خدت باب الشقه مردود. لا والله استحيل. ما دخل ازاي يعني؟ ما اعرفش والله. نط من الشباك. ما اعرفش ما اعرفش. طب بص يا احمد، ممكن نحلوها ان انت تيجي تقدم له وتتجوزني. اتجوزك انت؟ ايوه اتجوزك انت يا ندى. ايه انت خاينه ندى؟ ده انا كنت اخدك خدامه لبنتي بس كده. إيه؟ ايوه امال ايه؟ انت فاكره انا اتجوزك انت؟ ده حرام عليك، ده انا كنت بسيب بنتي لوحدي في البيت بات، وكنت تقعد تعيط لي والنبي يا ماما بنتي معايا، وكنت اقول لها لا وامشي واسيبها. حرام عليك، ده انت حرمتني ان انا اشوف بنتي دلوقتي، مش هشوفها تاني خالص. ده انت خليت ابويا يطلعني، انت خربتني بنتي. انا لو اتجوزتك هتعملي معايا كده برضه وهتخونيني؟ وعارفه لو سافرت ها مش هتعرفي واحد بس، انت هتعرفي 100 واحد. خلاص طب انا مش بس هشوفها تاني بس. دي ايه تعالي بس. طب انت خربت لي بيتي، امنيه بيتي مش هشوفها تاني. انت خربت لي بيتي. شوفي لك حاجه ثانيه. انا في حياتي شوفي لك حاجه ثانيه. انت بوظت لي حياتي كلها. يا مشكلتك حليها يا ابن العالي. مش تعالي شوف وشك تاني، ده انت ست خاينه. والنبي يلا بقى امشي. ست ما عندهاش دم. غزولة حبيبتي. نعم يا بابا. انا عامل لك مفاجاه حلوه قوي، خلي بالك. ايه؟ انا دلوقتي هاخدك من ايدك دلوقتي ونروح نجيبه ماما تقعد معانا هنا على طول. ايه؟ ايوه طبعا. بجد هتجيبني ماما؟ بجد يا غزل. الله يا بابا. مالك يا غزل في ايه؟ بابا هو عمو كلمك يا بابا؟ شغلني يا عمو يا محمد جاي. عمو مين يا غزل؟ عمو يا بابا اللي هو كان صاحبك. اصل انا فتحت له الباب وشفته طيب قوي، فقلت له ينفع تقول اللي هو صاحبك ينفع تخليه يرجع لي ماما؟ وهو قال لي ماشي يا بابا. يا غزل يا غزل يا حبيبتي. نعم. انت اي حد كان تفتح له الباب وتدخليه يا غزل؟ ما هو صاحبك يا بابا. طيب طيب يا غزل، بعد كده لو سمحت يا غزل ما تفتحيش الباب لاي حد تاني حتى لو كان صاحبك. هقعد اشوف يعني ايه يا بابا؟ صوت قوي والله ترجع لي ماما. ايوه اهو. بجد يا بابا يلا بينا اهو. بجد ايوه بجد يعني بجد هترجع لي ماما. ايوه بجد بجد هترجع لي ماما. يا بنت سفيت ولا علقت ولا ايه؟ الله يا ولد ارجع لك ماما. يلا بينا بسرعه. تيتا يا حبيبتي، تعرفي يا تيتا ريحه المحشي حلوه قوي يا تيتا؟ ايه الجمال ده كله يا تيتا؟ عملت لك كل اللي انت عايزاه يا امنيه. تعرفي يا تيتا ان انا جوعت قوي يا تيتا؟ ايه القمر ده يا تيتا؟ انا مبسوطه قوي انت عملتي المحشي اللي نفسي فيه. بيتشرب بس لو حطيت له. يا ماما ايه؟ يا ماما ايه؟ ايوه يا امنيه. نعم انا بحبك قوي قوي يا ماما ايه. واقول لك على حاجه كمان، انا هقول لك ماما ايه قدام الناس كلها عشان انا بحبك قوي. ما يصحش كده يا امنيه، ما يصحش يا حبيبتي. لا بحبك يا ماما ايه، بحبك يا ماما ايه. ربنا يخليكي وانا بحبك قوي يا امنيه. يا ايه عايزه اقول لك على حاجه. نعم يا استاذه سند. هو انت متجوزه؟ لا انا مش متجوزه. لا يعني ولا مخطوبه؟ لا لا لا. طمنتي يا ايه؟ طمنت على ايه بس يا استاذه سلمى؟ هتعرفي يا ايه، هتعرفي ان شاء الله. اللي بينفسنا لما يشوفوني يركنوا، مننا عزمون تعالوا المستشفى سكنوا. العامل دي بيعتبر على اصول جبل وانكشف، كان عامل شبعه ومن الكفى على ارتك المستشفى. جالكم ده انتكر يعمل ازعاج على السكر.
مش على سيرتي. فهمان دول كل في المدرسة بس الفلوس راحت اختفوا واحد ورا واحد.